السلام عليكم، أنا زميلتكم رغد منير، سنة ثالثة من دفعة عهد. بإذن الله اليوم رح أشرح لكم اليورينري سيستم على ملخصات اللجنة الفيزيولوجي شورت كت. هذا المصدر ممتاز للمراجعة ومصدر جيد جدا للدراسة. خلونا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. في البداية احنا بنحكي عن اليورينري سيستم. يمكن اكتر شغلة تخطر لنا لما نحكي يورينري سيستم هي انه اكسكريشن اوف ويست، بغض النظر للبادي ميتابوليزم برودكتس، للهرمونز، للفورين كومباوندز، للدراجز، لكتير شغلات. لكن اليورينري سيستم له كتير فانكشنز تانية مهمة غير الاكسكريشن اوف ويست، مثل الكونتريبيوتينج تو هوميوستاسيس. له كونتريبيوشن كتير مهم بالهوميوستاسيس عن طريق انه بيحافظ على the proper osmolality and proper volume of the plasma and blood body fluids in general. كيف يعني؟ هلا لما يصير في عندنا excretion of urine، هذا اليورين بيكون بفوليوم معين وبيكون كمان بconcentration معين. فإذا أنا قدرت أتحكم في الconcentration والvolume تبع اليورين، أنا بقدر بشكل مباشر أتحكم في الosmolality والvolume تبعون البلازما والbody fluids in general. كمان maintaining the proper acid base balance، بيحافظ لي على pH at around 7.4 بالنسبة للبلد، هذا الرقم مهم. كمان endocrine functions عن طريق انه بيفرز او بيعمل production للإيريثروبويتين، وكمان الرينين كتير مهم، الرينين والرأس بشكل عام اللي هو الرينين angiotensin system. converting vitamin D to an active form، بيحول الفيتامين دي للactive form تبعه، وبالنهاية كمان بيعمل لنا gluconeogenesis. تمام، هلا بدنا نفوت انترودكشن كتير بسيط عن البادي فلويدز. البادي فلويدز مينلي موجودين بتو ميجر بارتس او تو ميجر كومبارتمنتس. في البدايه انترسيلولارلي، يعني انسايد ذا سيل، اللي هي 2/3 اوف ذا هول بادي فلويدز. بعدين في النهايه الثلث الاخير بيكون اوتسايد اوف ذا سيل، وبيكون متوزع على تو بليسز او ديستريبيوتس انتو تو بارتس، اللي هو بتوين ذا سيل بسميه انترستيشال فلويدز، او انسايد البلد فيسلز اللي هي البلازما او الانترافاسكولار فلويدز اللي احنا بنحكي عنها بلد. بس البلد كمان هو طبعا بالاضافه للسيلولر كومباوندز الى اخره، فهو الاصح ان نحكي بلازما. تمام، اذا اليورينري سيستم حيكون له دور كتير مهم في المحافظه على البادي فلويدز هذول. تمام، هلا بدنا نحكي عن الكيدنيز اناتومي. الكيدنيز اناتومي احنا بنعرف انه في عندنا تو كيدنيز بيكونوا بين لايك شيب، يعني بيشبهوا الفاصوليا او الفول. كفرد باي كابسول فور بروتكشن، سو ذي ار كابسوليتد، ويتش از امبورتنت طبعا لانه هم عضو كتير مهم فلازم يكون في لهم بروتكشن. البلاد ريتش ذا كيدني عن طريق الرينال ارتري اند ستريند باي ذا رينال فين. طيب بدنا نحكي عن جروس اناتومي، خلونا نشوف هاي الصوره. طيب ماشي، مايلي بشكل عام احنا لما نحكي عن الكيدنيز طبعا نحكي جروس اناتومي بس من جوا، يعني بدنا نقصها بدنا نتفرج عليها. في عندي اوتر كورتكس اللي احنا شايفينه هون لونه فاتح، وفي عندي انر ميدلا بتكون لونها ايش؟ اغمق. هلا برينا الميدلا عندنا بيراميدز اللي هم انتم شايفينهم هون، من اسمهم شكلهم زي البيراميد او زي المثلث او الهرم. عندنا تقريبا بيكون 10 تو 18 رينال بيراميد في كل كيدني. كمان زي ما بتشوفوا في نهايه كل رينال بيراميد في عندنا رينال بابيلا او بسموها رينال نيبلز. كمان هلا الرينال ميدلا بتصب وين؟ في الرينال بابيلا. بعد الرينال بابيلا في عندنا هون اللي هم بسميهم انا الماينر كاليسيز. الماينر كاليسيز هون وهون بتجمعوا عليه كونوا لي ميجر كاليسيز اللي هم احنا شايفينهم هون. الميجر كاليسيز بصبوا بالرينال بلفس اللي هي المنطقه الموجوده هون. من الرينال بلفس بصب اليورين في اليوريترز، من اليوريترز بروح على اليورينال بلادر، من اليورينال بلادر بعدين رح يروح على اليوريثرا، بعدين اوتسايد اوف ذا بودي. تمام، خلينا نرجع نقرا كمان مره. اسن كروس اناتومي اوتر بارت الكورتكس، الانر بارت الرينال ميدلا اللي فيها الرينال بيراميدز. تمام، هلا شو هي الفانكشنال يونت اوف ذا كيدنيز؟ الفانكشنال يونت اوف ذا كيدنيز ار ذا نيفرونز. هلا وي هاف تو تايبس اوف ذا نيفرونز، عندنا كورتيكال نيفرونز اند جكستا ميدلاري نيفرونز. خلينا نعرف الفرق بينهم. الكورتيكال نيفرونز ار شورتر وبيعطوني ديليوتد يورين، يعني بيكون الفوليوم تبعه اكبر بس شو بيكون الكونسنتريشن تبعه اقل.
متى بتصير هاي الحالة؟ لما يكون عندي كتير water في البادي، لما يكون we have a lot of water inside the body, we want to get rid of this extra water. فإحنا في عنا كمية كتير من المي بدنا نطلعها، فبيكون الفوليوم تبع اليورين كتير كبير. بس بما إنه الفوليوم كبير معناته رح يكون الكونسنتريشن قليل، لأنه هاي السوليوتس موجودة أو مدوبة في كمية كتير كبيرة من الفلويدز. all the nephron structures are in the cortex، يعني بيكون النفرون كامل بكامل أجزاء موجود في الكورتكس، وهذه بيشكلوا لي 80% من النفرونز الموجودين في الكيدنيز. بينما الجكس مدلري نفرونز بيكونوا لونجر، بيعطوني concentrated urine. لما يكون في عندي dehydration أنا بكون بدي أحافظ على المي قدر الإمكان، فبيكون الفوليوم of urine is very very small، بالتالي رح يكون very أو highly concentrated. parts of the nephrons are found within the medulla، يعني ممكن ألاقي زي مش ممكن هو بلاقي أجزاء من النفرون في المدلة، especially اللوب اوف هنلي بيكون هو اللي ممتد للمدلة، وبشكله 20% من التوتال نفرونز. طيب هلا ال conducting compartments of the urine is حكيناها، اللي هو ال urine bacilla formation. it drains into the renal pelvis، بعدين it channeled into the ureter to reach the renal bladder. إذا بالبداية بتكون ال urine عن طريق حكينا طبعا ال renal papilla، بعدين ال minor calyces major calyces، بعدين ال renal pelvis. من ال renal pelvis رح يروح على ال ureter، من ال ureter رح يوصل على ال urinary bladder. The urine is stored in the urinary bladder لحد ما الإنسان يعمل له excretion، so it's emptied periodically through the urethra، عن طريق اليوريثرا بصير له excretion outside of the body. The urethra serves the urinary and reproductive tracts in the male. بالنسبة للميل اليوريثرا هي اليورينري والreproductive tract، بس بالنسبة للفيميل لا، منفصلين اليورينري غير عن الreproductive tract. طيب هلأ بدنا نحكي عن الـ amount of blood pumped into the kidneys. الـ kidneys are very important organs لأكثر من سبب، بيكفي وظيفتهم اللي جدا مهمة إنها هي بدها تنقي الدم، لذلك هم بحصلوا على cardiac output، يعني نسبة من cardiac output كتير كبيرة. cardiac output زي ما إحنا بنعرف is about 5 liters per minute بشكل عام. renal blood supply أو نسبة cardiac output هذا اللي بتاخده الـ kidneys عبارة عن 22%، يعني أكثر من الخمس أو قريب الربع، تقريبا 1100 ملي لتر بير مينت، يعني أكتر من لتر من الدم بيروح كل دقيقة للكيدنيز. طيب ليش هالقد بنحتاج احنا بلاد سبلاي عالي للكيدنيز؟ بالبداية قلنا لأنه الفانكشن تبعها كتير مهم، هي الفانكشن تبعها إنها تعمل فلتريشن للبلاد، فإذا ما عم بوصلها بلاد هي ما رح تقدر تعمل وظيفتها. هذا واحد. اثنين، لأنه الكيدنيز عليها كتير ضغط ولأنها كتير مهمة، فالميتابوليك ريت تبعها عالي وبتحتاج كتير أكسجين، فعشان أقدر أنا أوفر لها هاي الـ ATP اللي بتحتاجها والأكسجين اللي بتحتاجها عشان الميتابوليك ريت العالي تبعها، لازم أعطيها إنف بلد سبلاي وأغذيها بشكل كافي حتى تقدر تقوم بوظيفتها. لذلك كان الكارديك أوتبوت 22% منه بيروح للكيدنيز. تمام. هلا بدنا نحكي عن الـ components of nephrons. في عندي two components of the nephrons: vascular part و tubular part. خلينا نشوف هاي الصورة قبل ما نقرأ، رح نستفيد كتير. تمام. هلا بالبداية إحنا لما نحكي عن vascular parts بعدين نحكي tubular parts. شو يعني vascular parts؟ يعني blood vessels. blood vessels زي ما بنعرف مكونة من smooth muscle wall، فبقدر يصير لهم dilation و constriction. طبعا dilation وال constriction هذا رح يعطيني very important function، رح نحكي بالتفصيل. لكن خلينا نشوف، نتفرج عندي هاي الصورة. هذا هو النفرون زي ما احنا شايفين هون. تمام. ايش اول بارت حكينا؟ اللي هو الفاسكولار بارت. الفاسكولار بارت بتكون من افرنت ارتريول اللي هو بيكون البلد هو جاي، بعدين الجلوميرولس سبيشال تايبس اوف كابيلاريز، بعدين بغادر البلد عن طريق افرنت ارتريول. ولاحظوا هون انه في عندنا سيستم مميز، دائما الكابيلاريز بيكون ارتريول وفينيول، بس هون لا، هون في عندي تو ارتريولر سيستمز، وهذا بيعمل لي ضغط كبير في الجلوميرولس، وهذا البريشر بيساعد على انه يصير في عندي فلتريشن. ف أنا في عندي زي ما حكينا افرنت ارتريول، بعدين كلوميريولس سبيشال تايبس اوف كابيلاريز، بعدين الافرنت ارتريول. بعد هيك الافرنت ارتريول زي ما انتم شايفين بيكمل بنوع مميز من الكابيلاريز بسميه بريتوبولار كابيلاريز. بريتوبولار كابيلاريز بيكون عبارة عن كابيلاريز سراوندينج ذا توبولار بارت، بيلفلفوا حوالين توبولار بارتس ولهم دور جدا مهم في التوبولار سيكريشن اند توبولار ري ابزوربشن. هلا بدنا نحكي عن التوبولار بارت. التوبولار بارت في البداية عندي البومن كابسول اللي هي بتكون محوطة زي ما احنا شايفين هون الكلوميرولس، وهي اول اشي
بتجمع، خلينا نحكي اليورين بهداك الوقت بكون اسمه فلتريت، فهي بصير فيها اول اشي بتجمع الفلتريت، بعد في هيك عنا اللي هون شايفينه بروكسيمال كونفوليوتد تبيول، بعد البروكسيمال كونفوليوتد تبيول في عندي اللوب اوف هنلي descending lip and ascending lip of the lobe of Henle. بعد هيك عنا distal convoluted tubule, distal convoluted tubule بعدها عنا هون collecting duct. هدول هما بشكل عام ال components of the nephrons. زي ما قلنا vascular components هم شايفينهم هون و tubular components اللي هم هدول أو هيو مكتوبين هون. خلينا هلا نرجع نقرأ. composed of two parts. في البداية هو الفاسكولار بارت زي ما قلنا blood vessels smooth muscle wall. طبعا في البداية الافرنت arteriole حكينا ممكن يصير له dilation أو constriction in order to increase and decrease the blood flow to the kidneys respectively. طبعا زي ما قلنا dilation أو constriction of blood vessels راح يزيد لي او يقل لي كميه الدم اللي عم توصل. بعدين الكلوميرولس سبيشال تايب اوف كابيلاريز عندهم قدره على انهم يعمل فلتريشن للبلازما وين للتوبولار بارتس. بعدين الافرنت ارتريول في النهايه البريتوبولار كابيلاريز بيكون سراوندينج ذا توبولز تو اكسشينج برودكتس بتوين بلاد اند توبولز. حكينا لهم دور في عمليه التوبولار سكريشن اند توبولار ري ابسوربشن اللي راح نحكي عنهم هلا بالتفصيل. tubular part. tubular parts هو في بداية هنا Bowman's capsule اللي هي محل ما بصير collection أو collecting للfiltration اللي هي where glomerulus filtrate plasma. proximal convoluted tubule الconvolution هذا مهم ل increasing the surface area. بعد هيك distal convoluted tubule هون نحكي عن شغلة مهمة، هو بمر بين برجع بمر بين الافرنت والافرنت arteriole وقتها بيكونوا لي مع بعض زي complex أو زي apparatus بسميه juxtaglomerular apparatus وله كتير أهمية في controlling the blood pressure رح نحكيها هلا كمان شوي. بعد هيك collecting ducts اللي بيعملوا collection للurine from multiple nephrons. بعد هيك lobophily is a U-shaped structure مكون من two parts حكينا عنهم descending part and ascending part. المميز في اللوبوفنلي انه فيه بتصير عملية الكاونتر كارنت او الكاونتر كارنت process occurs in the lobophily ولولاها الكيدنيز won't be able to produce different concentration of urine. فاللوبوفنلي بيلعب دور كتير مهم بالconcentrating لليورين، هاي تذكروها المعلومة مهمة. هلا بدنا نحكي عن الجكستاجلوميرولار أباراتوس. الجكستاجلوميرولار أباراتوس تتكون من الأفرنت and افرنت arterioles, الديستال تبيول and the glomerulus. الديستال تبيول سيلز الموجودة في الجكستاجلوميرولار أباراتوس بسميها ماكيلا دنسا سيلز. They are very important and have very important function which is sensing the sodium concentration in urine. بيقدروا يقيسوا أو يعرفوا الصوديوم concentration الموجود في اليورين. So if the macula densa cells sense any sodium decrease, إذا حست في sodium decrease شو بتعمل؟ فوراً بتعت stimulation أو orders للgranular cells عشان تعمل secretion للرنين. بعد هيك الرنين في هو system كامل الرنين angiotensin system. بعد هيك consequences تبعها رح يكون إنه increasing sodium and water reabsorption بالتالي رح ترفع وتحافظ لي على الضغط. لما نشوف هاي الصورة حنفهم أكتر. تمام هلا في عندي هنا اللي هي الجكستاجلوميرولار كومبلكس او الجكستاجلوميرولار اباراتس. هاي المنطقه هون تتكون من الافرنت ارتريول اند ذا افرنت ارتريول از ويل از ذا جلوميرولس اند ذا ديستال كونفوليوتد تبيول. حكينا السيلز الموجوده من في منطقه الجكستاجلوميرولار كومبلكس او اباراتس اللي هي من الديستال تبيول حكينا شو بنسميها ماكيلا دنسا سيلز. الماكيلا دنسا سيلز قلنا بتقدر انها تشعر في الصوديوم كونسنتريشن. ات كان سنس ذا صوديوم كونسنتريشن. قلنا اذا كان الصوديوم كونسنتريشن از لو بتعطي امر للجرانيولار سيلز او الجكستاجلوميرولار سيلز انهم يفرزوا لي شو الرنين. لما يفرزوا لي الرنين عن طريق طبعا السيجنال اللي بتوصلهم من الماكيلا دنسا سيلز رح يحافظوا لي على البلد بريشر. كيف الرنين بعد ما يعمل كل القصه تبعته في النهايه بياتي الى زياده الصوديوم ري ابسوربشن. زي ما احنا بنعرف المي بتلحق الصوديوم ووتر فولوز صوديوم. سو اف وي انكريز ذا صوديوم ري ابسوربشن وي ار اولسو انكريزينج ووتر ري ابسوربشن.
إذا إحنا عم نزيد الـ watery absorption we are increasing the blood volume. هاي أول شغلة بترفع لي الـ blood pressure، إنه إحنا بنرفع إيش الـ volume. شغلة تانية كمان الرنين له تأثير على الـ blood vessels، بعملهم constriction. constricting the blood vessels will increase the blood pressure. so we are increasing blood pressure by two ways. first of all increasing the blood volume by increasing the water reabsorption by increasing the sodium reabsorption. طبعا فالشغلة كلها بتبدأ من sodium reabsorption، وعشان هيك الماكلة دنسة cells actually sense the sodium reabsorption مو أي شغلة تانية. so بالبداية بترفع sodium reabsorption، بالتالي المي بتلحق مي فولز، فال water reabsorption increase thus the blood volume will increase. blood volume increase then blood pressure increase. الشغلة الثانية هي constriction of blood vessels. لما يصير constriction لل blood vessels برضو بترفع ال blood pressure. تمام نرجع هون. حلو هلا بدنا نحكي عن the physiology of nephrons. The urine formation be more be four steps in order to formate or form or in order to produce urine. first of all glomerular filtration, secondly tubular reabsorption, then tubular secretion, and finally the urine excretion. ما رح احكي هون كتير لانه رح نجيهم كل واحدة بالتفصيل، فبس خلينا نذكرهم ال 4 steps اللي هما glomerular filtration, tubular reabsorption and secretion, and finally the urine excretion. تمام خلينا نبدأ بالglomerular filtration. so في عنا شغلة اسمها glomerular filtration rate. The glomerular filtration rate أو الـ GFR هي 125 milliliter per minute، وبتصير وين في الـ glomerulus. طيب هلا 125 milliliter، بس إحنا قلنا 1100 milliliter each the kidneys each minute. هل كلهم بصير filtration؟ لا، وأكيد لا، لأنه زي ما حكينا الـ blood ما بوصل للكيدنيز بس عشان يصير له filtration، لا كمان هو بوصل للكيدنيز عشان عادي يعمل لها supply زي ما بيعمل supply لأي other organ موجود في الجسم، عشان برضو يعطيها إلها كمان O2، برضو ياخد منها waste products، وبرضو يعطيها ATP. فمش كل الـ blood اللي بوصل للكيدنيز بصير له filtration. About 20% of blood reaching the kidneys is filtered, which means that 180 liters of plasma are daily filtered. Subhanallah, يعني which equals 125 milliliter each minute. هذه إيش بسميه glomerular filtration rate. So it's a non-specific process. إيش يعني non-specific؟ هاي مهمة المعلومة إنه it's not specific، يعني إنه كل plasma contents ممكن يصير لهم filtration، ما عدا شو ال big proteins أو large proteins أو negatively charged proteins كمان والblood cells، لأنهم كتير كبار ما رح يقدر إنه يصير لهم filtration. هلا حنحكي عن glomerular filtration membrane وحنفهم أكتر ليش proteins والblood cells والnegatively charged proteins تحديدا كمان بالإضافة لللarge proteins ما بيمروا من glomerular filtration membrane. الglomerular filtration membrane بتكون mainly من 3 parts. أول إشي الـ pores أو الـ fenestration، هدول بيكونوا موجودين بالـ blood vessels اللي بيكونوا لي الglomerulars. بيكون فيهم special fenestrations، هدول الـ fenestration بيساعدوا على إنه المواد تخرج ويصير لها filtration، لكن هاي الـ fenestrations مش كتير كبيرة، بالتالي it will prevent large molecules like blood cells and proteins from being filtered. بعد هيك في عنا البيزل لامينا. البيزل لامينا is negatively charged، بالتالي it's going to prevent the negatively charged proteins from being filtered، لأنه لما يجي يقرب منها negatively charged protein it's going to repel، بينما it's going to facilitate the filtration of positively charged molecules. بعد هيك عنا البودوسايتس أو ممكن تسميها ليكس، هدول بيكونوا extensions من البومنز كابسول، هدول كمان بيلعبوا دور قريب من البورز أو الفينستيشن، بيمنعوا لي اللارج molecules from being filtered لأنه بيعملوا لي بس small slits. خلينا نشوف في عندي صورة لإلها هون، هيها filtration membrane اللي هو اللي انتو ايش شايفين هون. في البداية في عنا الفلتريشن بيبدأ من الglomerulus، زي ما قلنا الglomerulus فيها fenestration، هيها الspecial capillaries فيها fenestration. الfenestrations هذه بتسمح للcompounds انها تمر، ما عدا اللarge components او اللarge compounds والblood cells ما بتسمح لهم انهم يمروا. بعد هيك في عنا البيزل لامينا او هاي البيسمنت ميبرين، هاي زي ما احنا شايفين هون قلنا هذا بيكون ايش negatively charged، بالتالي بيمنع negatively charged proteins من انهم يمروا. بعد في
هيك في عنا البودوسايتس أو اللي هم زي ما قلنا ممكن كمان نحكي عنهم ليكس، زي ما قلنا بيعملوا سلتس بيناتهم، بيكون في بينهم زي فراغات. هدول السلتس بيمنعوا الباسج اوف سمول مولكيولز لكن بيمنعوا اللارج مولكيولز من انهم يمروا. سو الفلتريشن سلتس will allow the passage of water, glucose, ionic salts بشكل عام، but it will prevent the large proteins and red blood cells. This is mainly the structure of the glomerular filtration membrane. تمام، هلأ بدنا نحكي عن الجلوميرولار بريشر. زي ما احنا بنعرف في الجلوميرولز في عندي very special system مكون من two arterioles. ال two arterioles system is very important. سبحان الله الحكمة منه انه ال arteriole بيكون ال pressure فيهم عالي. لما يكون في عندي two arterioles system بيكون ال pressure اللي موجود في الجلوميرولز high. هذا ال pressure is needed عشان يساعد في عملية الفلتريشن. لذلك هلأ بدنا نحكي عن الفورسز اللي بتساعد في عملية الفلتريشن أو opposes الفلتريشن process. So we have three major pressures. One of them favors filtration while the two other opposes the filtration process. First of all we are going to be talking about the glomerular hydrostatic pressure which is the most important one of all of these three and it's the only one that favors filtration. It's related to blood pressure. So it's from the heart pumping, من البمبنج تبع الهارت and the afferent arteriolar resistance. So it's related to the heart and the arteriolar afferent arteriolar resistance. So if we change anything related to the heart or the afferent arteriolar resistance we can change the glomerular hydrostatic pressure about 60. بعد هيك عندنا البومن capsule pressure. Fluids inside the capsule opposes the filtration process. تقريبا بيكون مقدارهم 18. ايش يعني؟ يعني بعد ما يصير filtration هذا السائل اللي راح يكون موجود في البومن capsule اللي already صار له filtration راح يصير يعمل pressure. هذا البريشر راح يمنع او راح يعاكس الاكسترا فلتريشن اللي ممكن يصير والاديشن اوف فلويدز لهاي السبيس. بعد هيك في عنا الجلوميرولار اونكوتيك بريشر اللي هو لارج اند نيجاتيفلي تشارجد بروتينز اللي ار نوت فلترز. زي ما حكينا كل الكومباوندز تقريبا ما عدا السيلز اللي هم الار بي سيز او بشكل عام السيلز الوايت بي سيز كمان الموجودين في البلاد ما بصير لهم فلتريشن بالاضافه لللارج بروتين او نيجاتيفلي كمان تشارج بروتينز. هدول بضلوا وين؟ بضلوا في الكابيلرز، بضلوا في الكلوميرولس ما بصير لهم فلتريشن، بالتالي راح يعملوا بريشر لما يكونوا موجودين. So the vessels will be semi-permeable membrane. Protein will suck the plasma to the blood vessels by osmosis. So it will oppose filtration or it's against filtration and it's about 32. So to increase or decrease filtration we should regulate the glomerular hydrostatic pressure most importantly. ليش؟ لأنه زي ما حكيت لكم احنا صعب نغير البومن كابسول بريشر او glomerular oncotic بريشر. عشان نغيرهم احنا بدنا نغير كتير شغلات، لأنه مبدئيا البومن كابسول ناتج عن فلويدز inside the capsule. طول ما انا عم بعمل filtration رح يضل يجمع عندي fluids inside the Bowman's capsule. So it's very hard to control the pressure or change the pressure in the Bowman's capsule. اما الglomerular oncotic pressure له علاقة بالconcentration of proteins found inside the plasma. So it's very hard also to change او اني احاول حتى اني اتلاعب فيها. So احنا بنحاول دائما ان نحافظ على الglomerular hydrostatic pressure هو اللي بصير له increasing او decreasing عشان نلعب بالفلتريشن. So we should keep a very constant GFR اللي هو glomerular filtration rate. It's very important عن طريق controlling the glomerular hydrostatic pressure. So regulation of glomerular filtration rate or GFR and the renal blood flow. So we have three basic mechanisms to keep a relatively constant GFR despite the changing in the main arterial pressure. قلنا GFR لما بنحكي عنه اني بدي اغيره بنحكي عن glomerular hydrostatic pressure فقط. اما الoncotic pressure اللي حكينا عنه هون والبومنز capsule pressure هدول الاثنين انا ما بلعب فيهم ولا بقدر اني اغيرهم. So we have or we have only the hydrostatic pressure to change. قلنا ال hydrostatic pressure له علاقة في ال heart وله علاقة في ال arterial resistance. So how we can change it by three basic mechanism. First of all, the auto regulation.
بعد هيك عندنا التوبيولو جلوميرولار فيدباك ميكانيزم then the autonomic nervous system and hormones. خلينا نبدأ بالأوتو ريجوليشن. بقولنا هون إذا الـ blood pressure صار له decreasing، إذا نزل الـ blood pressure بالتالي الـ GFR will decrease. أنا الـ blood pressure عندي واطي، فبالتالي أكيد الـ filtration راح يكون واطي. So الـ afferent arteriole will dilate. شو راح يصير بالـ afferent arteriole؟ راح يتوسع. لما يتوسع الـ afferent arteriole راح يصير فيه إيش؟ دم أكتر عم يوصل للـ glomerulus. More blood will reach the glomerulus. بالتالي راح يزيد الـ filtration and increasing للـ GFR. بالتالي keeping the GFR at a normal أو constant level. تمام؟ والعكس صحيح. إذا زاد عندي الـ blood pressure رح يزيد عندي الفلتريشن، وأنا ما بدي إياه يزيد ولا بدي إياه يقل، بدي إياه يضل نورمال. فأنا زاد عندي البلاد بريشر، زاد عندي ضغط الدم، عم بزيد عندي الفلتريشن، أنا ما بدي هاي الشغلة. شو بصير؟ الأفرنت أرتيريول will be constricted، رح ينضغط الأفرنت أرتيريول، بالتالي كمية البلد رح توصل للجلوميريولس رح تكون قليلة. less blood will reach the glomerulus، بس عم بوصل لدم أقل، بالتالي رح يكون الفلتريشن أقل، بالتالي decrease GFR and also keeping GFR at a normal or constant level. So it's a myogenic mechanism. إيش يعني myogenic؟ يعني لازم يعني موجود في نفس ال smooth muscles تبعون ال arterioles. So it's a myogenic mechanism that happens due to the contraction or relaxation of the arteriolar smooth muscles. تمام، هلا بدنا نحكي عن second control mechanism اللي هي tubular glomerular feedback mechanism. It happens primarily through the juxtaglomerular apparatus and the macular dense cells. كيف؟ When the GFR increases, the macular dense cells sends a message to the afferent arteriole to constrict, thus decreasing the GFR. And the opposite happens when the GFR decreases. شو معنى هالكلام؟ معناته إنه لما يكون في عندي high filtration rate ويكون الـ GFR عندي عالي، المacular dense cells حكينا إنه هي بتقدر تحس بالصوديوم concentration. فإذا حصلت إنه الفلتريشن عم بيكون كتير كبير، راح تعطي مسج للأفرنت أرتريول، راح تخليه يعمل كونستريكشن، بالتالي حتقلل كمية الدم اللي حتوصل للجلوميرولوس، بالتالي راح يقل الجي اف ار، وبالتالي بنرجع للنورمال ليفل. And طبعا the opposite happens when the GFR is decreased. تمام، هلا بدنا نحكي عن الاوتونوميك نيرفس سيستم اند ذا هرمونز. في البدايه بدنا نحكي عن الافكت اوف ذا نيرفس سيستم. شغله مهمه بدنا نحكيها انه اونلي السمباثيتك نيرفس سيستم بيشتغل على الرينال بلاد فيسلز. الباراسمباثيتك نيرفس سيستم ما له اي رول في البلاد فيسلز اللي موجودين في الكيدنيز. سو بحكي لنا على فرض مثلا when we're having a bleeding او when we have bleeding or dehydration، إيش بهالحالات بيكون في عندي؟ بيكون في عندي low volume of blood أو low volume of body fluids بشكل عام. So the amount of blood that reaches the nephrons will be low. بما إنه عم يوصل دم قليل للنفرونز، بالتالي الـ GFR will be low also. So the sympathetic nervous system will be activated, which is going to lead to a vasoconstriction of the afferent and efferent arteriole. هون الـ sympathetic nervous system قبل كنا نحكي إنه بيشتغل ويا على الـ afferent على الـ efferent. هون حنشوف إنه بيشتغل الـ sympathetic nervous system على الاثنين، على الـ afferent وعلى الـ efferent arteriole، لأنه it's going to try as much as possible to preserve the fluids we have in our body. So as a result, the macular dense cells بالـ juxtaglomerular apparatus are going to sense the low water and sodium levels. لما تحس الـ macular dense بالـ low sodium levels, it's gonna order the juxtaglomerular cells to secrete renin hormone. بالتالي رح يصير في عندي increased reabsorption of sodium and water to the blood from the urine, which also preserve the body fluids even more. طيب هل نحكي عن الهرمونز and autocoids؟ so في عندي أكتر من هرمون أو أكتر من autocoids اللي هم biological factors بيشبهوا الهرمونز، بيساعدوا أو بيلهم دور في تنظيم GFR. منهم النورابينفرين والإبينفرين، كمان الإندوثيلين. هذول الثلاثة راح يعملوا constriction للرينال blood vessels، بالتالي راح يقللوا لي GFR. بينما في عنا الانجيوتنسين 2 بالعكس رح يعمل constriction بس شو للإفرنت أرتريول، بالتالي رح يزيد لي الجي اف ار. كمان الانجيوتنسين 2 له دور على الصوديوم اند ووتر ريابسوربشن، بعملهم increasing. طيب خلينا بس نحكي شغلة بسيطة هون، الانجيوتنسين 2 بيأثر على الإفرنت مش الإفرنت، بس احنا قلنا لما يصير constriction المفروض يقل الجي اف ار، ليش هون عم بيزيد؟ الافرنت ارتريول الى الخاصة له باي فيزيك افكت. ايش يعني باي فيزيك افكت؟ يعني اذا انا
عملت كونستريكشن للإفرنت أرتريول شوي أو in a moderate amount، أنا رح أزيد الجي اف ار. كيف؟ هلا إحنا قلنا البلد بفوت على الجيميريوس بالإفرنت بالإفرنت أرتريول وبيطلع بالإفرنت، صح ولا لا؟ هلا إذا أنا عملت كونستريكشن للإفرنت بصير أصعب على البلد إنه يغادر الجلوميرولوس، بصير البلد بده يكون في بريشر أعلى عشان إيش يقدر يمر عن طريق الإفرنت. فهاي الفكرة إنه يصير البلد مش بكتير سهولة يمر على الإفرنت أرتريول رح يعطيه فرصة أكبر إنه يضل بالجلوميرولوس. إذا ضل فترة أطول بالجلوميرولوس هذا رح يساعد بالفلتريشن will facilitate and favor filtration. فبالتالي a moderate increase in the constriction of the efferent arteriole، يعني إني أضيق ال efferent arteriole بس شوي، is going to elevate or increase the GFR، while a huge or a very big constriction لل efferent arteriole رح يمنع الدم إنه يمر بالمرة، بالتالي it's going to decrease the GFR so it has a bi-basic effect. طب نحكي عن الاندوثيليال derived nitric oxide، it decreases the resistance عن طريق إنه يعمل vasodilation، بالتالي لما يعمل vasodilation it's going to increase the GFR. Finally we have the prostaglandins, bradykinins, both of these will cause a vasodilation بالتالي increasing the GFR. تمام، هيك بنكون خلصنا نحكي عن glomerular filtration. Now we're going to be talking about the tubular reabsorption. تمام، tubular reabsorption حكينا احنا في البداية glomerular filtration، هلأ صار في عندي filtrates موجودين في tubular system. طيب هذا الفلترات شو كل شغلة فيها؟ الفلترات بكل اللي فيها خلاص أنا ما بدي إياها، بدي أكبها. معقول إحنا حكينا إنه بصير فلتريشن ل 125 مليليترز أوف بلازما every minute، معقول كل هدول ال 180 ليترز بطلعوا per day أنا هيك بدي أكبهم؟ أكيد لأ. فعشان هيك في عملية اسمها tubular reabsorption. So filtered substances are transferred from the tubular lumen back to the vein to the peritubular capillaries اللي هي blood vessels. بحكينا بس هاي process is highly selective and variable. لما حكينا عن the glomerular filtration قلنا it's a non-selective process، بينما the tubular reabsorption is highly selective. So the return of substances to the blood is needed to maintain the composition of the extracellular fluid or the ESF. عفوا ECF. كيف يعني؟ طيب بيحكي لنا انه عشان انا احافظ على الاكسترا سيلولار فلويد واحافظ على النورمال كومبوزيشن تبعت هي البلازما والبادي فلويدز ان جنرال، فلازم ارجع هدول السبستنسز اللي انا سويت لهم فلتريشن، لاني انا ما بدي اتخلص غير من الويست برودكتس والاكسس برودكتس. اما بشكل عام انا الصوديوم البوتاسيوم الكالسيوم الجلوكوز كل هاي الشغلات اللي انا سويت لها فلتريشن انا بدي اياها. فبالتالي هون في عنا هي عملية الـ reabsorption. بكمان بحكي لهون إنه reabsorption rates are high، تقريبا 124 milliliters of the 125 milliliters are filtered of the plasma is reabsorbed، يعني أكثر من 99% من الـ filtrates أو من الـ plasma بصير لها filtration عن طريق الـ glomerulus will be reabsorbed back to the peritubular capillaries. طبعا الري ابسوربشن ريت بيختلف من مادة للتانية، بالنسبة للووتر تقريبا هي 99%، فأونلي 1.5 لترز من ال 180 اللي بيمروا each day will be excreted. بالنسبة للجلوكوز and amino acid ري ابسوربشن ريت بيوصل ل 100%، فما بصير اني اشوف جلوكوز او امينو اسيد باليورين. اذا لقيت جلوكوز او امينو اسيد باليورين هون ببلش افكر انه ممكن يكون في مشكله، زي مثلا جلوميريول نفرايتس او اللي هي يعني مشكله في نفس الجلوميريولس تبعون الكنيز او نفس النفرونز، او ممكن افكر انه في مثلا دايابيتس ميليتس. while 99.5% for salt او صوديوم، يعني المفروض اني الاقي سولت او صوديوم في اليورين بس in very small amounts. تمام، هلا بيحكي لنا هون انه tubular reabsorption involves trans epithelial transport، يعني كيف بده يمر هاي الفلتريتس، كيف تمر من التوبولار بارت وبترجع للبلد vessels. خلينا نشوف هاي الصورة هون ممكن تساعدنا اكتر ان نفهم. حلو، تمام، بسم الله.
تمام. هون زي ما احنا شايفين هاي النفرون، هذا هون عندنا التوبولار بارت. خلينا ناخذ فور اكزامبل الديسندينج بارت اوف ذا لوب اوف هنلي ونتفرج عليه هون ونكبره. في البداية دول السيلز تبعون التوبولار بارت، زي ما احنا شايفين هون في الهم مايكروفيلاي بنسميهم براش بوردر سيلز. طبعا هذا له دور طبعا في انكريزنج السيرفيس اريا وكتير شغلات تانية. بشكل عام هلا مو هذا موضوعنا، بدنا نحكي انه هاي التوبيول السيلز الموجودة في التوبيول أو السيل ذات لاينز ذا توبيولز عندهم تو سايدز. البداية عندهم لومينال أو أبيكال سيرفيس، بعدين في عندهم بازولاترال سيرفيس. طيب إيش الفرق بين هدول؟ السيرفيس اللي بيكون في اتجاه اللومين أوف ذا توبيول بنسميه الأبيكال سيرفيس، بينما السيرفيس اللي بيكون باتجاه الانترستيشال فلويد هون الانترستيشال فلويد والبريتوبيولار كابيلاريز بسميه البيزولاترال سيرفيس. طيب احنا لما نحكي لي ري ابسوربشن معناته احنا بدنا نرجع المواد من اللومن اوف ذا توبولز باك تو ذا وين تو ذا سيركيليشن، يعني للبريتوبيولار كابيلاريز. بالتالي من وين لازم انهم يمروا؟ لازم المواد اللي انا بدي اعملها ري ابسوربشن انها تمر بالبدايه من اللومن ثرو ذا سيلز، تمر عن طريق السيلز، بعد هيك to the interstitial fluid، ومن الانترستيشال fluid back to the circulation by the peritubular capillaries. زي ما احنا شايفين peritubular capillaries بالاخر بيكملوا طريقهم عادي عن طريق venules و veins and so on to the circulation. طيب معناته ايش قلنا؟ لازم تمر المواد اللي بتعملها reabsorption ايش through the cells. بس بنفس الوقت ممكن في بعض الاحيان بالذات بالproximal tubule انه يمروا between the cells. هلا بالعادة ما بصير عندنا هاي الشغلة لأنه في عندنا tight junctions between the cells. بس sometimes especially بالproximal tubules لأنه في عندنا مرات leaky junctions هناك، ممكن إنه بعض الcompounds أو بعض المولكيولز إنهم يمروا between the cells، وتحديدا الwater أكثر شغلة ممكن يمر بهاي الطريقة. أتوقع هيك صارت الصورة شوي أوضح. هلا رح نرجع للكلام هون. So بيحكي لأنه we have two sides للtubular cells. بالبداية عنا side toward the tubular lumen بسميه luminal أو apical side أو surface، بعد هيك عنا side toward the blood vessels بسميه basolateral membrane أو basolateral surface. Pulmonary absorption happens from the lumen of the tubule للluminal sides of the cells، زي ما حكينا من اللومن تبع التبيول عن طريق وين؟ luminal أو apical sides of the cells. بعد هيك inside the cells حكينا through the cell، بعد هيك للbasolateral side، من هناك للانترستيشال فلويد، بعد هيك للبلد فيسلز، وباك تو ذا سيركيليشن. طبعا زي ما قلنا سمري ابسوربشن هابنز بتوين ذا توبولار سيلز، من بين السيلز مش من خلال السيل نفسها، not inside them which have tight junctions preventing particles from leaking between them. قلنا في tight junctions between the cells بيمنعوا المولكيولز او البارتيكلز من انهم يمروا، بس قلنا في بعض regions مثل البروكسيمال توبيول بيكون فيها leaky junctions ممكن انها تعمل facilitating للreabsorption between the cells. طيب هلا احنا حكينا انه بده يمروا المواد اللي بدي اعملهم reabsorption through the cell من خلال السيل. طيب عشان يمروا لازم يكون في لهم special transporters أو special channels إنه يقدروا يمرروهم، وبحتاجوا طاقة، بحتاجوا كتير شغلات. فخلينا نشوف كيف reabsorption هذا بصير. هلأ reabsorption بصير بأكتر من ميكانيزم، بتحتاج different transporters. في البداية بدنا نحكي عن active transport. active transport بحتاج energy، ليش؟ لأنه it's against the concentration gradient. فأنا إيش بحتاج هنا؟ energy، بحتاج ATP. وهاي كمان مرة بنرجع للموضوع انه ليش 22% of the cardiac output خاص للكيدنيز، لانه زي ما شفنا بتحتاج energy كتير لكل شغلة هي بتعملها. So من التوبولار سيستم للبلد فيسلز كمان مرة بتحتاج شو؟ energy، من اسمها طبعا the name انه active. تمام. هلأ فينا secondary active transport، وإن الكارير itself doesn't need ATP بس it depends on other carriers that consume the ATP. يعني بحد ذاته هذا الكارير ما بيحتاج الـ ATP لكنه بيعتمد، عشان هيك بسميه secondary. It relies on another carrier، هذا الكارير الثاني بيحتاج ATP. خلينا نشوف أنواع أو examples. هلأ في البداية فينا co-transport يعني بيمروا مع بعض بنفس الاتجاه، وفي عنا counter-transport يعني بعكس الاتجاه، واحد داخل الثاني طالع.
خلينا نحكي في البداية عن السكندري active transport. تمام، قلنا when sodium ions enter through this channel it will bind with another molecule and drive it toward the cell. example sodium glucose أو sodium amino acid amino acid co-transport مش so transport co-transporters. إيش يعني؟ مرات الصوديوم لما يجي يفوت باتجاه الخلية ويمر عن طريق التشانل السبعونة بيكون في كوترانسبورترز خاصين بياخد معه مثلا جلوكوز أو أمينو أسيد، فهذول بنسميهم كوترانسبورترز. هلا في عندي العكس اللي هي كاونتر ترانسبورت، مثال عليها هو الصوديوم and hydrogen. so it's the same mechanism except for when sodium enters the cells this will lead to another molecule leaving the cell. مثال على هيك هي زي ما قلنا الصوديوم hydrogen كاونتر ترانسبورت. طيب هلا بدنا نحكي عن الـ basic mechanisms for active transport of sodium through the tubular epithelial cells. why we are talking about the sodium? because sodium is very important. لأنه الـ water for the sodium زي ما حكينا. فلما إحنا نحكي عن الصوديوم والميكانيزمز تبعون الصوديوم reabsorption إحنا زي كأنه هون عم نحكي بشكل أو بآخر عن الـ water وعن كتير شغلات. زي ما إحنا بنعرف الصوديوم is very important in so many levels. so في البداية نحكي عن الصوديوم reabsorption حكينا of the sodium filtrated 99.5% is normally reabsorbed. تقريبا أغلب الصوديوم اللي بسوي له filtration بصير له reabsorption عن طريق الـ tubules with the exception لـ descending loop of Henle. بـ descending loop of Henle هاي حفظوها مهمة، بـ descending loop of Henle ما في عندي transporters للصوديوم فما بصير له إيش reabsorption بهاي المنطقة. so وين بصير له طيب reabsorption؟ 67% بصير له reabsorption بالproximal tubule، معناته أكتر مكان بصير له reabsorption للصوديوم وين؟ بالproximal tubule تقريبا 67%، 25% بالascending loop of Henle، و8% بصير لهم بالcollecting duct. تمام، هلا بدنا نحكي عن الالدوستيرون ميكانيزم. الالدوستيرون بيعمل انكريزنج للصوديوم reabsorption وين؟ بالdistal tubules and collecting duct. طب هلا احنا قلنا انه الديستال تيوبولز والكولكتنج داكتس ما بيكون فيهم كتير ابزوربشن زي ما انتم شايفين، بس 8%. وهون بيجي دور الالدوستيرون. الالدوستيرون رح يساعد على الريابزوربشن تبع الصوديوم وين؟ في الديستال تيوبول والكولكتنج داكت. هاي كمان مهمه انه الالدوستيرون مكان عمله هو الديستال تيوبول اند كولكتنج داكت. طيب متى بصير لي انا secretion للالدوستيرون؟ بصير secretion للالدوستيرون in two cases اللي هم في البداية increased blood potassium level. إذا زاد عندي البوتاسيوم تبع البلد بصير في عندي increased secretion of aldosterone. والشغل الثاني هي decrease in blood pressure. لما ينزل البلد بريشر بصير في عندي secretion of aldosterone. ليش؟ لأنه الجرانيولار سيلز الموجودين بالجاكس جلوميرولار أباراتس راح يعملوا سكريشن للرينين زي ما قلنا، لأنه حكينا طبعا إحنا في البداية إنه اللي هي الماكيلاتس سيلز راح تعمل أو تحس بالصوديوم كونسنتريشن. قلنا إذا لقت إنه هو لو، هذا بدل على إنه غالبا البلود بريشر لو، فبالتالي بتبعت مسج أو ستيميليشن للجرانيولار سيلز اللي برضو موجودين بالجاكس جلوميرولار أباراتس عشان يعملوا سكريشن للرينين. بعد هيك في بصير في عندنا اللي هو الراس سيستم رينين انجيوتنسينوجين انجيوتنسين 1 انجيوتنسين 2، كل واحد بشغل الثاني. في باثوي كتير رح تصير. المهم بالنهاية شو بصير الأثر النهائي؟ بصير في عندي ستيميليشن للأدرينال جلاند. الأدرينال جلاند رح تفرز لي الألدوستيرون اللي هو اللي احنا عم نحكي عنه هون، اللي رح يزيد لي الصوديوم ووتر ريابزوربشن، بالتالي رح يزيد لي البلد فوليوم والبلد بريشر. لما انا ازيد الصوديوم والووتر ريابزوربشن معناته انا بحافظ اكتر واكتر على الووتر وعلى الصوديوم. اذا انا عم بحافظ على الووتر والصوديوم معناته انا عم بقلل ذير اكسكريشن، بالتالي انا عم بقلل الفوليوم اوف يورين وبحافظ اكتر على البودي فلويد. وي ار بريزيرفينج بودي فلويدز، بالتالي وي ار انكريزينج ذا بلد فوليوم اند بلد بريشر. بعد هيك الألدوستيرون كمان بيعمل وظائف تانية مثل الفازوكونستريكشن. كمان الفازوكونستريكشن بيرفع لي البلد بريشر. شغلة ثالثة كمان بيعملها إنه بيخلينا نحس بشعور العطش thirst feeling. بالتالي الإنسان بيشرب مي. when you're drinking water you are increasing your blood volume and pressure. من نهاية كمان راح يعمل stimulation raising of ADH اللي هو antidiuretic hormone أو الفازوبريسن which will lead to water reabsorption من distal tubule and vasoconstriction. كمان furthermore elevates the blood pressure عن طريق انه بزيد الwater reabsorption وكمان بيعمل لي vasoconstriction. اذا
الألدوسترون بيعمل 4 شغلات رئيسية. في البداية بعمل لي صوديوم ووتر ري ابسوربشن، بزيد الصوديوم ووتر ري ابسوربشن، بعد هيك بعمل لي فازو كونستريكشن للفيسلز، بعد هيك بحفز مراكز العطش او الثيرست سنترز او فيلينجز، وبالنهايه انه بعمل ستيميليشن للريليزنج اوف اي دي اتش اور فازوبريسن. ان كونتراست الاي ان بي، الاي ان بي من اسمه لانه اتريال معناته بيطلع وين هو من الهارت، از ريليز فروم ذا هارت متى وين بلاد فوليوم از انكريزد. هلا احنا لما كنا نحكي هلا عن الالدوسترون قلنا انه بصير له سكريشن لما يصير البلاد بريشر لو، على عكس بصير بالاي ان بي، الاي ان بي بصير له ريليز او سكريشن لما يكون البلاد فوليوم ايش انكريزد، يكون زاد والبريشر يكون ايش اعلى. ايش بيأثر هذا، ايش اثر الـ ANP؟ بيعمل لي decreasing للصوديوم reabsorption، فهو بيشتغل ايش عكس الـ aldosterone in a way that opposes aldosterone due to the saturation in transporters when tubular load exceeds capacity of carrier and specific enzymes we reach a transport maximum is maximum. So diabetic patients for example start to secrete glucose in urine which is called glucosuria. When you exceed the reabsorption capacity the excessive amount will be excreted. طيب شو معنى هذا الكلام، خلينا نفهمه اكثر. هلا احنا حكينا انه مثلا الجلوكوز 100% of the glucose filtered is going to be reabsorbed. طيب خلينا نفرض انه انا في عندي كثير جلوكوز في البلد. هلا احنا قلنا كل شيء عم بيصير له ري ابسوربشن لازم يصير عن طريق شو، عن طريق ترانسبورترز وعن طريق شانلز خاصين. فاذا هدول الترانسبورترز وهدول الشانلز كلياتهم ايش ساتوريتد، كلياتهم عم بيشتغلوا في اقصى قدره لهم، طيب اللي لسه الزياده المولكيولز الزياده شو بده يصير فيهم؟ المفروض انه يصير لهم ري ابسوربشن، بس بما انه كل الشانلز وكل الترانسبورترز ار ساتوريتد راح اضطر بالنهايه اني شو اعملهم، اعملهم اكسكريشن. عشان هيك الدايابيتيك بيشنتس مثلا فور اكزامبل لانه عندهم فيري هاي جلوكوز ليفلز ما بيقدر الكيدنيز ما في عندها انف شانلز ولا انف ترانسبورترز انها تعمل ري ابسوربشن لكل هذا الجلوكوز، فراح بالنهايه يصير اكسكريشن لبعضه. عشان هيك راح الاقي في اليورين عندهم جلوكوز. عشان يقول لا، اذا لقيت جلوكوز في اليورين ممكن افكر باكثر من شغله، من ضمن هاي الشغلات انه هذا البيشنت ممكن يكون ايش دايابيتك. تمام. صوديوم ري ابسوربشن از امبورتنت، ليش؟ لانه ووتر ري ابسوربشن كمان مره بنرجع نحكي انه ووتر فولوز صوديوم، كلورايد كمان ري ابسوربشن، جلوكوز اند امينو اسيد ري ابسوربشن حكينا هلا لسه عن الكو ترانسبورت، بوتاسيوم اليمينيشن اند هيدروجين اليمينيشن باي ذا كاونتر سيكندري اكتيف ترانسبورت اللي حكينا عنهم قبل شوي. اوكي هلا بدنا نحكي عن الووتر ريابسوربشن، حكينا عن الصوديوم بدنا نحكي عن الووتر. الووتر مولكيولز ار ابسوربد باسيفلي باي اوسموزس فولوينج صوديوم، معناته اهم شغله بدي احرفها صرنا حكينا اكثر من شغله. اول شيء انه باسيفلي، ليش؟ لانه ما بحتاج لها اي تي بي لانه اتس جوينج تو فولو صوديوم، فخلص بمجرد ما تحرك الصوديوم راح يتحرك الووتر باسيفلي عن طريق شو؟ الاسموسيس. هاي المعلومة الثانية بدنا نحكيها. تمام. هلا حكينا انه ممكن يصير between the cell paracellular اذا بتتذكروا هلا حكينا بالذات في proximal tubules or through the water channels called aquaporins. الشانلز الخاصين للمي بسميهم aquaporins. So when the interstitium is hypertonic، لما يكون hypertonic يعني في كتير solid يعني it's ايش concentrated، water will be dragged through the tight junctions to the interstitium. ايش معنى هذا الكلام؟ معناته لما يكون hypertonic لانه بيكون الانترستيشن كتير concentrated فالwater حكينا رح يمر passively و by osmosis فرح يصير له dragging through the tight junction، رح يقدر يمر between tight junction عشان يصلح الوضع. هلا الاسينك part of the loop of Henle will first part of the distal convoluted tubule will collecting ducts are impermeable for water. فالwatery absorption أو water absorption does not happen at this site. شو معنى هذا الكلام؟ معناته ما في water ما بتقدر تمر بالascending part of the loop of Henle ولا first part of the distal convoluted tubules ولا بالcollecting duct. كلياته بيصير قبل هدول الأماكن. وهي شغلة مهمة بالذات إنه ما بيقدر يصير له ري ابسوربشن بالأسنك بارت في بوفنلي لأنه بيلعب دور مهم في الكاونتر كارنت ميكانيزم. ما في داعي هون نعرفها بالتفصيل، بس اعرفوا شو المناطق اللي ما بصير فيها ابسوربشن للووتر. بالديستال تبيول والكوليكتينج دكت ري ابسوربشن اوف ووتر از اندر ذا كنترول اوف هرمون كود انتي دايوريتيك هرمون او الاي دي اتش. ايش يعني؟ هلا لسه حكينا
انه distal convoluted tubule collecting ducts impermeable to water. كيف هلا عم بحكي هون انه ممكن يعملوا ري ابسوربشن للووتر؟ الفكره هي في الانتي دايريتك هرمون. الانتي دايريتك هرمون بيعمل تشينجز على الديستال تبيول والكوليكتنج دكت، بيخليهم برميبل للووتر وبيخلي قادر على انه يعمل لي ري ابسوربشن اوف ووتر. كيف ال ADH increase the permeability in the distal and convoluted tube, عفوا and collecting tubules and, and this is so important to make the urine concentrated or diluted according to the body need of water. عن طريق شو؟ عن طريق انه ال ADH بيقدر يعمل channels او it can insert channels او aquaporins in the distal and collecting tubules، بالتالي بصيروا قادرين على انهم يعملوا reabsorption للwater. This is very important لانه ممكن يأثر على ال concentration او ال dilution of urine بناء على حاجة الجسم للماء. تمام، حكينا عن الصوديوم، حكينا عن الووتر، هلا بدنا نحكي عن البوتاسيوم. It's very important to regulate potassium زي ما هو important to regulate sodium. فبدنا نحكي عن البوتاسيوم excretion والبوتاسيوم concentration بالإكسترا سيلولار فلويد. So البوتاسيوم ions are found in the intracellular fluid in high concentration. احنا بنعرف انه البوتاسيوم موجود جوا السل intracellularly very high concentration. So excess potassium should be excreted in the urine. لكن مع هيك أي زيادة لازم أنا أعملها شو؟ excretion. لأنه any disturbance بالبالانس هذا ممكن يعمل لي risks على patients. فالهايبركاليميا إلها risks والهايبوكاليميا كمان إلها risks. خلينا نشوف الهايبركاليميا شو بتعمل لي. الهايبركاليميا بتعمل لي over excitability. بيكون في عندي كتير بوتاسيوم بصير في عندي over excitability. طب شو معنى هذا الحكي؟ معناته رح يكون في عندي partial depolarization of the cells membranes. بعدين ايش معناته هذا الحكي؟ رح يعمل لي stiffness of the muscles، يعني زي كأنه طول الوقت في contraction، رح يصير شو؟ stiffness للmuscles. كمان بيعمل لي cardiac toxicity. هاي cardiac toxicity ممكن تيجي على شكل cardiac arrhythmias, asystoles او cardiac arrest او حتى مرات fibrillation. الفibrillation للي ما بيعرف بصير الهارت ريت عالي جدا، اتوقع حتى فوق ال 250 تقريبا او هيك شغله، لدرجه انه كانه ببطل ينقبض وبصير كتير عشوائي. هذا كله شو بصير اذا كان في عندي هايبركاليميا. سو اتس فيري دينجرس، وعشان هيك انا لازم احافظ على البوتاسيوم ليفل. بعد هيك الهايبوكاليميا، الهايبوكاليميا على العكس رح تعمل لي ديبريشن، رح تعمل لي هايبر بولاريزيشن اوف ذا سيل ميمبرين. هايبر بولاريزيشن معناته رح تعمل لي شو؟ باراليسز للمسلز. عكس هون عملت لي ستيفنس، هون بدها تعمل لي باراليسز. كمان طبعا بما انه قلنا depression رح تعملي fatigue, muscle weakness. اذا ما عملت لي paralysis رح تعملي weakness. hypoventilation لانه بالاخر اللنجز زي ما احنا بنعرف بيعتمدوا في الريسبيريشن او الفنتيليشن على شو؟ على المسلز. فاذا المسلز ار ويك والمسلز ار نوت موفينج رح يصير في عندي هايبو فنتيليشن. بعد هيك كمان ديليت فنتريكولار ريبولاريزيشن، معناته بشكل عام رح يسوي لي ديبريشن لاي شغله ريليتد بالمسلز، وهذا برضو طبعا فيري ريسكي وشغله مش كويسه. So if the potassium the potassium concentration exceed the normal values, the tubular system will secrete the potassium ions to the urine until it returns to the normal values عن طريق إيش؟ sodium potassium pump. إذن أهم شغلة بدنا نحكي عنها هون إنه البوتاسيوم أكتر شغلة بنتحكم فيها بالصوديوم potassium pump. تمام، هيك بنكون خلصنا نحكي عن التوبيلر ريابسوربشن. إذا تتذكر في البداية حكينا إنه اليورين فورميشن بيمر بفور ستبس، في البداية الكلوميرولار فلتريشن وحكينا عنها، بعد هيك التوبيلر ريابسوربشن حكينا عنها، هلأ بيجي هون دور التوبيلر سيكريشن اللي بدنا نحكي عنها شوي بالتفصيل. طيب التوبيلر سيكريشن هي عكس التوبيلر ريابسوربشن، شو معنى هذا الكلام؟ هلأ إحنا حكينا إنه 125 مليليترز of blood are being أو of plasma are being filtered each minute by the kidneys. بس قلنا من هدول 125 مللترز في 124 مللترز are being reabsorbed which is more than 99% of the plasma filtered is reabsorbed. طيب بس أنا في عندي excess material، في عندي toxic materials، في عندي waste products بزيادة بدي أعمل لها elimination. كيف أتخلص منها مدام أنا عم بعمل reabsorption لكمية كتير كبيرة من الفلتريشن، وبنفس الوقت أنا أصلا بس بعمل filtration ل 20% of the plasma each time؟ والفكرة هي بتيجي هون في tubular secretion اللي هي زي ما قلنا عكس reabsorption. So it's the transfer of substances from the peritubular capillaries into the tubular lumen. لما حكينا عن tubular reabsorption قلنا من tubular lumen to the peritubular capillaries and back to the circulation.
هون عم نحكي بالعكس. We want to get rid of it. So from the circulation by the vertebral capillaries they are going to go to the tubular lumen to be excreted. So أهم جزء في ال tubular secretion أهم جزء هو distal parts. ف distal parts of the nephrons أو distal tubules can secrete either potassium or hydrogen ions in exchange for reabsorbed sodium. طبعا ال tubular secretion ما له علاقة بس بالبوتاسيوم والهيدروجين, بس هون هذا as an example. تذكروا لما حكينا عن ال counter secondary transport حكينا عن الهيدروجين مثلا والصوديوم, ضربنا مثال. فهون عم برجع بعيد على فكرة الكاونتر ترانسبورت وعم بفرجينا لها هون مثال اللي هو انه لها دور في التوبيلر سيكريشن. فمثلا انا لما اعمل صوديوم ريابسوربشن وادخل الصوديوم مرة تانية على السيركليشن, انا بالتالي شو عم بعمل؟ كنت عم بطلع البوتاسيوم والهيدروجين. فهي مثلا مثال على الكاونتر ترانسبورت او التوبيلر سيكريشن بنفس الوقت. بحكي لها arise in potassium extracellular fluid can depolarize nerve and muscle cells membrane. قلنا قبل شوي عن الهايبركاليميا, قلنا انها بتعمل هايبر اكسايتابيليتي. اوكي, لما بدينا نحكي بهذا الملخص من البداية بلشنا نحكي عن الفانكشنز اوف ذا urinary system, وحكينا من الفانكشنز تبعونه ايش هي, اللي هو بحافظ على ال pH. هون بحكينا secretion and removal of hydrogen ions from the blood to oppose acidosis. بقدر ال urinary system انه يعمل excretion للهيدروجين. لما يعمل excretion للاكسس هيدروجين بيقلل لي الأسيدوسس, لأنه زي ما بنعرف الهيدروجين أيونز are acids. So the secretion of organic anions and cations helps eliminate foreign compounds. قدرة اليورين على إنه يطلع مع الأنيونز والكاتيونز بشكل عام بحافظ لي كمان على البادي بشكل عام, بطلع لي أي foreign compound عندي. Foreign compounds eliminated by tubular secretion include food additives, كمان الإضافات أو الشغلات الموجودة في الطعام ممكن كمان يصير لها secretion. الألدوسترون stimulates the tubular cells to secrete potassium if its plasma level is elevated and reabsorb sodium. حكينا عن الألدوسترون وحكينا من الشغلات اللي أصلاً بتحفز الألدوسترون أو stimulate الألدوسترون secretion هي الـ high levels of potassium. فالألدوسترون أكيد بتكون له دور على البوتاسيوم, لأنه حكينا هو أصلاً بيشتغل لما يزيد البوتاسيوم, فرح يعمل لي secretion للبوتاسيوم, رح يطلع لي البوتاسيوم. بنفس الوقت راح يحفز لي الصوديوم ريابسوربشن. كمان مره هون برجع بذكرنا بالتو باثويز اللي بنستعملهم تو ستيميليت الالدوسترون, اللي هي لو بلاد فوليوم اند بلاد بريشر وهاي بوتاسيوم ليفلز. تمام, هلا نحكي علينا الكونسنتريشن اند ديليوشن اوف يورين. في عنا شغله اسمها اوبليجاتوري يورين فوليوم. ايش يعني obligatory urine volume؟ اللي هي maximal concentrating ability of the kidneys dictates how much urine volume must be excreted each day to get rid of the metabolic waste products and ion that are ingested, and it's equal to 0.5 liters per day if the concentration is 1200. شو يعني obligatory urine volume؟ يعني كل يوم في كمية من اليورين must be excreted, هاي الكمية لا تقل عن 0.5 لتر. هي 0.5 لتر لما يكون مدى تركيز اليورين 1200, فبالتالي احنا نستفيد من هون شغلتين, انه مستحيل يكون الكونسنتريشن تبع اليورين عندي اعلى من 1200 لو كان في conditions تانية, بس هو obligatory urine volume إنه لازم يكون الconcentration تبع اليورين مش أكتر من 1200, ووقتها لازم ما يقل الفوليوم عن 0.5 liters per day. عشان إيش؟ يضل الجسم safe من أي waste products وما يصير فيه مشاكل أو toxicity. هلا بدنا نحكي بشكل سريع عن concentrated versus diluted urine. بقولنا too much water بالextracellular fluid will establish a hypotonic extracellular fluid. لما يكون في عندي كتير water رح يصير extracellular fluid hypotonic. أنا عندي كتير water ما بحتاج أكله, I want to get rid of it, so رح يكون في عندي diluted urine. ليش؟ لأنه رح يكون طالع فيه كمية كبيرة من المي اللي هي الزيادة اللي أنا ما بدي إياها, بالتالي رح يكون diluted. بينما بحكينا water deficit establishes a hypertonic extracellular fluid, بيكون في عندي decreased water intake أو في عندي dehydration أو في عندي bleeding أو أي أن يكون, بصير في عندي hypertonic extracellular fluid. بيكون extracellular fluid highly concentrated لأنه ما فيه enough water, فبالتالي رح يصير في عندي concentrated urine لأنه I want to preserve water as much as possible. وهي النقطة ركزنا عليها كتير هاي المرة, يعني حكيناها كتير. هلا كيف بتصير هاي الشغله؟ شو الميكانيزم؟ هي الفيرتيكال اوزموتيك جريدينت ان ذا انترستيشال فلويد اوف ذا رينال ميدلا. عن طريق الاوزموتيك جريدينت احنا حكينا انه الووتر بيمشي باسيفلي,
عن طريق الأسموزيس، فعشان هيك الهايبرتونسيتي والهايبرتونسيتي اوف ذا اكسترا سيلولار فلويد بيحددوا لي او لهم دور في الكونسنتريشن اوف يورين. اللوب اوف هنلي، حكينا اللوب اوف هنلي اهم جزء لما يحكي لنا عن تركيز اليورين. اهم شغله هي ايش؟ اللوب اوف هنلي. عن طريق شو؟ الثن ديسندنج بارت والثيك اسندنج بارت، هذول مع بعض شو بيعملوا لي؟ بيعملوا لي شغله بنسميها الكاونتر كارنت بروسيس. تمام، هلا بقول عن الثن ديسندنج بارت انه بصير له ابسوربشن للووتر اونلي، ما بصير له ايش؟ ابسوربشن للصوديوم. وحكينا عن هاي الشغله، صوديوم از نوت ابسوربد ان ذا ديسندنج بارت، بس ايش؟ الووتر. على العكس بالثيك اسندنج لوب بصير ابسوربشن للصوديوم اونلي وذات ذا ووتر، ما بصير للووتر ري ابسوربشن عن طريق الاسندنج لوب. هلا بده يحكي لنا القصه، بيقول لنا the story starts in the ascending part. بنبدأ وين؟ بالاسندنج. when we absorb sodium ions to the interstitium the interstitium become hypertonic. هلا بالاسندنج part احنا ما بنقدر ايش نعمل absorption للووتر، فاللي بصير بس الصوديوم بصير reabsorption، بالتالي رح يصير الاكسترا سيلولار فلويد ايش؟ هايبرتونيك، لانه عم بزيد فيه الصوديوم بس ما عم بزيد فيه مي. فبقولنا انه this hypertonicity will drive the water in the descending loop to reabsorb toward the interstitium by osmosis. طيب هلا صار الاكسترا سيلولار فلويد الموجود between the descending and ascending part hypertonic. طيب انا بدي اعدله عن طريق الاسموزس، بتتيجي الووتر بس من وين؟ بتيجي من الديسندنج بارت لانه هو الوحيد البرميبل للووتر، اما الاسندنج لا. هلا ري ابزورب بوث ووتر اند صوديوم ايونز تو ذا بلاد فيسلز. هلا صار بالانترستيشن عندي الصوديوم الجاي من الاسندنج بارت وعندي الووتر اللي جاي من الديسندنج بارت. الووتر والصوديوم ار جوينج تو بي ري ابزورب باك تو ذا بلاد فيسلز من الانترستيشن. يعني this process is the same in all cases. هاي البروسيس بتصير دائما في كل الحالات. if we drink a lot of water or we don't drink water at all، بغض النظر شربنا كتير مي او ما شربنا كتير مي، رح يكون في عن هاي الكاونتر كارنت بروسيس. at the end of this process urine concentration will be hyposmolar which equals 100 osmol. بالنهاية هاي البروسيس رح يصير تقريبا التركيز تبع اليورين هو 100 osmol. خلينا نشوف هاي الصورة. هاي الصورة في البداية this is the descending part and this is the ascending part of the loop of Henle and this is the interstitium. في البداية بيكونوا كلياتهم نفس التركيز، كلياتهم بيكونوا 300، يعني هاي كمان بتكون 300. لكن بعد هيك شو بصير؟ الascending part حكينا من عنده بتبدأ القصة. الascending part قلنا is impermeable to water, it's only permeable for sodium. فاللي راح يصير إنه sodium is going to leave the ascending part toward when the interstitium. فبدل ما يصير هون concentration is 300 is going to become 200 لأنه إيش؟ it lost sodium. بينما شو it's impermeable to H2O, it's impermeable to water. تمام، اللي بعدها رح يصير إنه راح الصوديوم من الأسندنج ascending limb أو الascending part of the loop of Henle لوين؟ للإنترستيشن. فبدل ما يصير الإنترستيشن 300 الconcentration تبعه صار كم؟ 400. ليش؟ لانه صار فيه اكسس ايش؟ صوديوم. طيب هلا هاي الاكسس صوديوم مين بده يعالج لي اياها؟ الديسندنج بارت. طيب كيف؟ الديسندنج بارت از اونلي بيرميبل تو ووتر، اتس امبيرميبل تو شو؟ تو صوديوم. فاللي راح يصير انه الديسندنج بارت اوف ذا لوب اوف هنلي راح يصير ايش يعمل؟ يعطي مي لوين؟ للانترستيشن. فبصير يفقد مي، لما يفقد مي شو بصير؟ بزيد التركيز تبعه، فمن بدل 300 بصير كم؟ 400. تمام، اذا بالبدايه قلنا الاسندنج بارت بفقد الصوديوم بس ما بقدر انه يعمل ايش؟ ري ابزوربشن للووتر بس للصوديوم، بالتالي بقل الكونسنتريشن بصير 200. بعطيهم لوين؟ بعطي الصوديوم هذول للانترستيشن، فالانترستيشن شو بصير فيه؟ بزيد الكونسنتريشن تبعه لانه صار فيه اكسترا صوديوم، فبصير 400. طيب صار هون 400 وبالديسندنج كان لسه بس 300، فبصير ايش في عندي؟ اوزمولاريتي او بصير في عندنا حسب الخاصية الأسموزية الووتر is going to move from the descending part of the loop of Henle toward the interstitium. فلما يفقد ال descending part الووتر اللي رح يصير إنه رح يصير التركيز هون بدل 300 400 لأنه it lost water. تمام، بعد هيك إجا كمان fluid عادي عم بكمل اليورين فورميشن لسه عم بمشي، فإجوا كمان 300 جداد لسه ما مروا في الكاونتر كارنت ميكانيزم، فشو رح يصير؟ رح يصير بوش لهدول، فهدول 400 رح ينزلوا ورح يروحوا لوين؟ لعند الأسندنج بارت هيهم.
and so on، وبترجع تتكرر هاي العملية كمان مرة. فبدل ما يصيروا هدول 400 برجع هدول بصيروا 300، وهدول بصيروا 150، وبرجع هدول كمان مرة بتغيروا، برجع هدول كمان مرة بتغيروا، لحد ما بالنهاية يصير في عنا شغلة بتشبه اللي احنا شايفينه هون، اللي هاي هي فكرة الكاونتر كارنت ميكانيزم، اللي هي تتحكم لي بالكونسنتريشن اوف يورين. طبعا الموضوع اللي لسه تكملي في الشرح، بس هاي بس لتاخذوا فكره عن الكلام، لانه لما الواحد يحكي غير عن لما الواحد يشوفه. فهي هذا هو اللي بيصير، رح يضلهم هدول شوي شوي يقلوا، لحد ما بالنهايه رح نوصل للرقم اللي هلا حكينا عنه، اللي هي 100 ملي اوزمول رح يكون كونسنتريشن تبع اليورين. نرجع على التفريغ، تمام، هي equals to 100 اوزمول، تمام. What make the urine diluted or concentrated is the distal tubule and collecting duct which reabsorb water only if there is ADH hormone، اللي هو vasopressin secretion. حكينا احنا انه ال distal tubules وال collecting duct are impermeable to water، they are only permeable to water under the effect of antidiuretic hormone، لانه بيعمل insertion of special channels for water reabsorption. So antidiuretic hormone leads to the insertion of aquaporin channels. ال aquaporins هم ال special channels or special transporter for water in distal tubule and collecting duct which lead to reabsorption of water by osmosis. In dehydration the antidiuretic hormone will be secreted. من اسمه antidiuretic يعني هو بمنع ال بمنع ال urination. So بالعربي الهرمون او المانع لإدرار البول. بالتالي في مرحلة الديهايدريشن أنا بدي أحافظ على الفلويد قدر الإمكان، فالأنتيديوريتيك هرمون is going to be secreted so the reabsorption of water will happen which lead to the formation of urine in concentration of 1200 ملي أوزمول، اللي هو إيش حكينا عنه، أعلى concentration ممكن يوصل له اليورين. Increased dehydration will be sensed by the osmoreceptors which lead to secretion of ADH from the posterior pituitary gland. إذا من وين بصير secretion للأنتيديوريتيك هرمون؟ بصير له secretion من posterior pituitary. ففي حالات dehydration رح يصير في عندي special receptors بسميهم osmoreceptors رح يحسوا بهذا dehydration، بالتالي رح يعملوا stimulation posterior pituitary to secrete the antidiuretic hormone or vasopressin. تمام. If we have a lot of water، في العكس إذا أنا ما عندي dehydration بالعكس عندي excess amount of water، ADH will not be secreted فما رح يصير لي reabsorption بال distal tubules will collecting duct، بالتالي رح يكون diluted urine اللي هو تقريبا 100 ملي أوزمول رح يكون. تمام. آخر شغلة بدنا نحكي عنها هي renal clearance. Renal clearance هو the volume of plasma that is completely cleared of the substance by the kidneys per unit of time. شو يعني؟ يعني هي volume of plasma، حجم البلازما اللي أنا بعمل له complete clearance، بشيل منه substance معينة تماما by the kidneys، طبعا أكيد by the kidneys، خلال مدة من الزمن. يعني قديش حجم البلازما اللي أنا رح أتخلص منه من مادة معينة في وقت معين. تمام. الفلتريشن الرينال كليرنس ممكن يصير في اكثر من طريقه، ممكن يكون بس فلتريشن، يصير لي فلتريشن اونلي، ممكن فلتريشن اند بارشل ري ابزوربشن، ممكن فلتريشن اند كومبليت ري ابزوربشن، او ممكن فلتريشن اند سكريشن. خلينا نبدا في اول واحده فيهم هي الفلتريشن اونلي. سم سبستانسز ويل بي فلترد اند اكسكريتد اند نان اوف ات ويل بي ري ابزورب نور سكريتد. هاي الصوره كتير حلوه. اول شغله لما نحكي عن الفلتريشن اونلي شو يعني؟ يعني بس اللي بيصير له filtration رح يصير له شو excretion، ما رح يصير reabsorption، ما رح يرجع ولا شوي منه على الكابيلاريز، وبنفس الوقت ما رح يصير له secretion ولا شغلة منه رح تطلع من الكابيلاريز بزيادة وتروح للتوبيلر لومن. قد ما بعمل filtration قد ما بعمل excretion which means that the rate of filtration equals the rate of appearance in urine. إذا الrate of filtration كم بيصير filtration هو نفسه الrate of excretion بالurine، معناته هاد ممكن يساعدني اني احسب شو ال GFR، لانه ال GFR is the glomerular filtration rate filtration rate. فاذا انا الrate of filtration عندي هو نفسه الrate of appearance in urine، فاذا انا حسبت ال concentration في اليورين بقدر يعطيني فكرة عن شو عن الrate of filtration. الexamples عن هاي الشغل هو الكرياتينين and inulin، لانه الانولين او الانولين is an ideal substance
بستعملها عشان أحسب الـ clearance rate is injected into the body to calculate the clearance rate، وبتعطيني فكرة عن الـ GFR لأنه كل اللي بصير له filtration راح يصير له شو excretion. بعد هيك إنه filtration and partial reabsorption. تذكروا لما حكينا عن الـ reabsorption حكينا إنه الـ reabsorption rate بيختلف من مادة للتانية، في منهم بيكون 100%، في منهم 50%، في منهم 99.5% إلى آخره. يعني ما بصير reabsorption كل المادة، بصير بس partial reabsorption depending على شو، على need of the body. So we only eliminate the excess and we keep what we want. مثال على ذلك هي solutes like sodium and chloride أو بشكل عام the ions. زي ما احنا شايفين هون صار filtration، بس قبل ما يصير excretion في جزء منه رجع. شو صار له؟ رجع صار له reabsorption. وبعد هيك الزيادة اللي ما صار لها reabsorption بس هي اللي عملنا لها excretion. بعد هيك في عنا filtration and complete reabsorption. ايش يعني complete reabsorption؟ يعني كل اللي فلترته رجعته مرة تانية على circulation، معناته شو؟ ما صار له excretion بالمرة، ما رح يبين معي في اليورين. اذا بين عندي في اليورين معناته عندي مشكلة. زي مين حكينا؟ زي الجلوكوز والأمينو أسيدز زي متذكرين. So here the substance will be completely reabsorbed، هي صار لها filtration و completely reabsorbed، كلها رجعت على الكابيلاريز باليورين، ما رح يبين عندي منها ولا شغلة. So nothing will appear in the urine. فعلى مثال إنه if these substances appear in the urine they indicate a problem like مثلا diabetes mellitus or glomerulonephritis. example على substance أو molecules مثل هيك هما الجلوكوز add amino acid، بينما مثلا اليوريا السكريشن أو reabsorption rate تبعها 50%، فما مو كلها بصير لها reabsorption، كمان هاي بصير لها partial reabsorption مثل الصوديوم والكلورايد. filtration and secretion this substance will be completely eliminated in urine. ايش يعني completely eliminated in urine؟ يعني ما رح يضل في السيركيليشن تبعتنا اي تركيز منها. so it's very important in the calculation of the renal plasma flow. لاحظوا الفرق، ما قلنا glomerular filtration rate، قلنا نستعملها ان نحسب renal plasma flow. ليه؟ لانه كل اللي بوصل منها للكيدنيز is going to be excreted. كيف بلشنا هون؟ صار filtration، قلنا filtration بس 125 milliliters are being filtrated، وقلنا اللي هو عبارة بس عن 20% of the renal blood flow. طيب بس شو بصير هون بعد ما يصير filtration؟ بصير قلنا ايش؟ secretion. كل اللي ضل في circulation او في peritubular capillaries من هاي المادة وما صار له filtration رح يصير له شو؟ secretion. ورح وين تطرحه؟ في راح تطرحه في التوبيلر كومبارتمنت هون زي ما احنا شايفين. فشو ما ضل منها ولا شغله بالفيسلز او بالبريتوبيلر كابيلاريز، بالتالي بطل في منه في السيركيليشن. هيك احنا بنقدر نعرف رينال بلازما فلو. فمثال على ذلك هي بحكينا this substance will be completely eliminated in the urine so very important in calculation of the renal plasma flow. example ال pH أو البارا أمينو بيوتريك أسيد. this is very important. the clearance تبعه is 500%. كيف يعني ال clearance تبعه أعلى من 100%؟ لأنه the clearance تبعه 100% معناته كل اللي filtered is going to be excreted. بس لا، هون إحنا في عنا أكتر من الفلتريشن بصير له excretion. كل اللي بوصل بالبلد رح يصير له excretion. مثال عليه زي ما قلنا البارا أمينو بيوتريك أسيد. بس هيك بنكون خلصنا. الله يعطيكم العافية، إن شاء الله تكونوا استفدتوا. بالتوفيق في امتحانكم.